شو هادو العشاء الباشر ديالنا ما عندناش جدودنا خلاو احنا من جدود جدودنا انا عندي علي تامه سيدي عندي لي رزقي على العشاء انا ولادي السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم كنتواجدوا في منطقة الغرب اقليم قنيطرة دوار المجادبة. اليوم كاين السكان خارجين، غناخذوا بعض التصاريح من عند السكان ديال هذه المنطقة، هذه هما اللي يقدروا يوضحوا لنا اكثر علاش خارجين ودايرين هذه الوقفة في هذه الاراضي ديالهم. تفضل لالا. هادي من جدود جدودنا خلاوها، راجلي دابا عنده 100 عام وما تخلى لي اليتامه، وانا واحد المراه معانه والناس كلها معانه، هاد القليم كلها معانه، كنعيشوا في عرايضتنا ما عندنا لا من فوق ولا من تحت منا، هي اللي عندنا ولا تنكسبوا في الزمام ديالنا، دابا الله يزيد في ايام سيدنا يقلب في حقنا ويشوف من حالنا، راه يديولنا رزقنا ملك وعندنا الملكيه ديالنا وعندنا القانون ديالنا، وما تيقول لك دراع راها شمعيه، هادوك المساخين ديال النياب كيقول لك دراع يديروها شمعيه، احنا ما باغيينش ندوزو ديالنا لا بالغلا ولا بالرخاء، رزقنا من اللي خلاونا جدود جدودنا، لا 30 سنه هذه ولا 40 سنه وانا كنتصرف فيها انا، وعاد جدود جدودنا تصرفوا فيها شي 100 عام 160 عام هما كيتصرفوا فيها، ما يمكنش اليوم عاد ولات جمعيه. عندكم الوراق على هاد الارض؟ عندنا الوراق، عندنا كل شيء المرضي، كل شيء عندنا، كل شيء عندنا المسائل ديالنا كلها. واش كتهضري وكتبكي؟ كنبكي على رزقي، كنبكي على رزقي وانا مظلومه، مظلومه واش القويه قبل الضعيف، الله يزيد في ايام سيدنا، ايام سيدنا ما يضيعنا شيء، انا تنبكي على رزقي وعلى رزق وليداتي فيها نعيش، واش باقا فيا الصحه؟ يخدموني الرجاله كعندي باش نخدم، فيما تنمشي ما تنقدرش نخدم. انا تابع رزقي وكنخليها ولاداتي ينبشوا فيه ما تنقدرش عليه، هما اللي كيخدموا يجيبوا لي داك الرزيق باش ناكل، انا لما نغدوريش من نوض تيشوفوا فيا الوجه الله اخوتي، وشوفوا في هاد الناس كلهم الوجه الله، راه الغالب الله اخوتي واش القوي ياكل الضعيف. شنو كطالبوا؟ باش كطالبوا؟ كنطالبوا على رزقنا ما يديهولناش، على رزقنا ورزق والدينا وجدود جدودنا، هذا من وعينا وعينا فيه ديال جدود جدودنا، واليوم تيقول لك راه ما ولاش ديالكم ملك، راه ولاد جماعه. النياب تيقول لك جماعه دراع، النياب ديال ولاد احمد وديال دحامنا والصوالح هادو كلهم غادي ضدنا، تيقول لك ياخذوا لنا بلادنا ويحجزوا لنا دراع، ولا خرجتوا تقاونطوا وتمشيو للحبس، بلادكم ما تخرجش يتعرضوا عليها، وحنا عندنا ملك وداعيين عليها، ودابا عاطينا قالوا لنا نهار تكون الحجره تدوز سيروا تعرضوا على رزقكم ملك، ملي قلنا غنتعرضوا قال لك يديونا رئيس الدائره ديال الجمعه كيقول لنا عندكم مقاونطر. اش كيهددكم؟ تيهددنا تجي هاد الهضره تيقول لهم عندكم مقاونط اللي خرج يتعرض غيمشي مقاونط، رئيس الدائره تيقول لك عندنا مقاونط اللي داز يتعرض غيمشي مقاونط. تفضل يا سيدي. الو معك، السلام عليكم، كنقدم لك راسي خويا من منطقه اولاد الناصر، ودابا كنتواجدوا في هذه المنطقه ديال اللي هي المجادبه اللي كيدعوا بها ان هاد النياب كيقولوا هاد المنطقه هاد المناطق جوج اللي هو اولاد الناصر وولاد المجادبه كيقولوا بان اراضي جموع، حنا لا سيدي ما عندناش حنا الجموع، حنا عندنا سيدي بارك الله فيك عندنا الاملاك ديالنا وخلوها لنا والدينا وجدودنا، جدودنا عاشوا ما يفوق 130 سنه، انا جدي وجدي تصرف من عند جدو، والوالد ديالي عاش انا الوالد ديالي عاش 96 سنه وانا في العمر ديالها هي 54 سنه، كيف يعقل هاد الناس عاشوا الجدود ديالنا ما يفوق 200 سنه ولا 300 سنه ويجيو اليوم عاد ناضوا هاد النياب كيقول لك المجادبه ولاد ناصر عندهم اراضي الجموع، حنا ما عندناش اراضي الجموع بارك الله فيك، حنا عندنا هاد الناس عندنا الاملاك ديالنا وبالحجاج، وكنطلبوا من السيد العامل يتدخل في هذا الامر ويكون حاسم، هذا القرار خصو يكون دخل فيه ويكون حاسم، حنا ما عندناش هاد الاراضي الجموع، الاراضي الجموع كيحدوها الحدود ديالنا حنا اللي كنحدو ما بين المجادبه وبين ولاد احمد، لان الاراضي الجموع كتشي في ولاد احمد وكتشي في الصوالح، هذاك هو الحدود ديالنا بينهم وبين ولاد احمد وبين المجادبه، لان كاينه بعض المناطق اللي هي كتحد بينه وبينهم، كاينه الحجره اللي هي كتسمى واحد المنطقه كتسمى طريق الكنيز، ومن طريق الكنيز كتشي على الغوازي، وهذيك هي الحدود بينه وبينهم، اما من الباقي لداخل هذيك اراضي ملوك
عندنا التصرف ديالنا وعندنا الاملاك ديالنا. الكواغط جدودنا مالك وقت عندنا ما يفوق قرن وعشرين سنة وما يفوق قرن وربعين سنة. يعني انتم عندكم الوثائق ديالكم ديال الاراضي؟ نعم خويا عندنا الوثائق ديالنا وعندنا خلوه لنا جدودنا وتصرفنا وحرتنا وحرتوا والدينا. انا كنقول لك باه 96 سنة وجدي عاش 120 وباه عاش كثر 130. بي شنو كطالبوا دابا؟ كنطالبوا هاد الناس يحدوا ما بيننا وبينهم، يحطوا الحجرة ما بين المجادبة وبينهم هما ولاد أحمد. حنا ما كيدخلوش عندنا لهاد المجادبة وما كيدخلوش للفصل التالي ديال اللي هو ولاد الناصر. إن عندهم الحجرة بين المجادبة اللي تتسمى طريق الكنيز وكتخرج لطريق الخوازي، أما لداخل لا علاقة ليهم. العين السميد هذا هو الحدود اللي هو اللي كان، هذا الحدود اللي كنعرفوا فيه في الكوكري اللي كيعترف، هذا معترف به هما كأنهم جماعة وكأنهم نياب، هما اللي معترفين بهاد الحدود. اليوم غادي غاب اليوم بغاو هادا يخرقوا قانون خور، بغاو يقلبوا هاد البلان خور، بغاو يقلبوا كريك خور. لا لا يعقل يمشيو على الوثائق الاولى اللي كانوا دايرين بها النياب وعندو حدود عليها وعندو حجوج، كتحد من طريق الكريز كتشيل طريق الغوازي، هادو هما الحدود اللي كنعرفو. عليك الله يرحم الوالدين، وكنطلبوك وكنرغبوك توقفي معنا في هاد الشيء. هاد الارض ديال المجاذبه ديال ولاد الناصر، دابا النياب ديال صوالح ولاد احمد ودحامنا طلبوا فينا باش يديو لنا ارضنا في هذا شهر تسعود. وهاد الارض ديالنا ملك وديال جدودنا، خلوقنا وترابينا في هاد الارض، خلوها جدودنا وخلوها والدينا، حنا كنعيشوا فيها. دابا اليوم جاو لينا كيهدونا، ورئيس دائره ديال لاله ميمونه جا كيهدد الرجاله وعيالات، كيقول لهم اللي دخل نهار الاثنين غنحطوا الحجر عندي والحبس. دابا الله يرحم الوالدين، وحنا كنطلبوك جلالة الملك الله يرحم الوالدين توقفي معانا، ما خايفاش من راسي رئيس الدائرة. أنا موتة وحدة كتلزمني ذاك النهار غنموت فيها، ولكني ما خايفاش منه، خايفة على أرضي، خايفة على أرضي وعلى شعبي وعلى هاد الدواور جوج اللي غيضيعوهم. حنا ما كنتحادوش معاهم، أرضنا كاملة ولاد ناصر ومجاذبة مع بعضها، هما عندهم أرضهم هكا كتعادل معاهم، حنا ما عندناش معانا. والله يرحم الوالدين، وكنشكروا جلالة الملك.